وهيك غليظ زنخ يعني شوي متعقد وهيك يعني يا ربي ذكرتني فيه 30,000 دولار يا إله. ليش انت بدك تعرف ليه؟ شو يا عمي بدي ربيع ايدي؟ حرام شوف الشباب هلا وينك؟ رفيقته لرفيقة قالت لي بدنا نطلع مدري شو ليكون هذا الوسط اني ما بيعرف شو هذا الوسط بعزة صدمة يا عين كبي دمع مرحبا كيفكم شو الأخبار؟ اليوم عنا حلقة كتير ظريفة بتستفادوا منها ويلي هي انه رح نسأل العالم أول شي الصبايا ليش رفضتي آخر عريس؟ لتكون عم تعمل لك شي شغلة عم تعرفت فيها ركز معنا بالمقابل وانتي ليش رفضك آخر شاب؟ نسأل الشباب ليش رفضوا آخر بنت تعرفوا عليها؟ لنشوف الناس ليش عم ترفض بعضها يا أخي لسه ما بتسمع غير ناس فايتة بقصص عاطفية ومدري شو لا إله إلا الله اشترك بالقناة فعل زر الجرس ولا تنسى تعمل لايك ارجع ذاكرك لا تنسى تعمل لايك هلا عاش حطوا لايك مثل ما قلنا لكم اشتركوا بالقناة فعلوا زر الجرس تفضلوا نشوف شو صار ليش رفضتي آخر عريس تقدم لي لأنه أقصر مني أقصر مني وهيك غليظ زنخ يعني شوي متعقد وهيك يعني وشو يا ربي ذكرتني فيه شلت أمله للزلمة طيب طيب عم تقلي يعطيكي كتير تمام خلاص لا إذا بدك أحكي كتير عادي إيه هو أقصر منك بس شلون فهمتي أنت الحد شلون فهمت يعني شلون فهمتي إنه أنت مرفوض يعني روح إيه إنه أنا ما بقبل أمشي بالطريق مع شاب أقصر مني يعني هيك الله خالد شو المشكلة تخيل يعني تخيل أنا بالعرس حاملته ويلا عم بفتل فيه أنت حاملتي هيك بس هلا ممكن يكون في شاب هيك مثلا طوله مو كتير يعني مو كتير طويل إيه ممكن إذا مجايني بالطول وحباب ابن عالم وناس وكذا إيه ليش لا أوكي طول مثالي بالنسبة لك معنى أنت ما شاء الله طويلة 180 وما فوق ما فوق طب بركي قصير هيك شوي يعني أقصر منك بشوي بس ما في لزم منه ما في أحسن منه شلون يعني بشوي يعني إيه هم شوي أقصر منك بشوي صغيرة يعني طوله 170 مثلا لا ما بدي خلص أصلاً الدنيا يعني فيها عالم وناس في اللي منيح في الردي وقفت عليه شو بعرف بركي حب بكرة وينك بيقولوا على طول الناس اللي بترفض توع طب بكرة تحبي واحد طوله 160 لا مثل ما عمل ليش لحبه من الأساس ما أنا شايفته 160 شو يا عمي بدي ربيع ايدي حرام شوف الشباب هلا وينك عم يدفعوا حاليا شو بتقولي للشاب اللي هيك مثلا طوله تحت ال 170 بتقولي له ما بقول له شيء ما بدي اتنمر على العالم يا زلمه ما ما خلص لا حرام هي خلقت الله وهيك اذا عندك عقده يعني هيك الله يطولك وخد ابار يعني من الاساس ما بدها تحكي هي ما بدي احكي لا لا شكرا كثير لك عفوا عندك مشكله بالمقابله لا شكرا كثير ميرسي كثير باي باي سؤال سريع جواب انا جاوبني قبل المقابله بس نرجع نحكي مره ثانيه ليش رفضتك اخر بنت عطيني نفس السؤال هون سؤالك لالي ليش رفضتني والله بصراحه بدك الصراحه اصيل يعني طب شلون قالت لك هي شلون ايش قالت لك يعني هي لا مو هيك يعني فضحتنا الله لا هلا مش شوي طلعت معي صبيه طويله تكون نفسها حسب قديش عمرها ما بعرف كبير قريب طويله كانت ايه هي معناها هي ايه لا اله الله شوف الصدفه لا حول ولا قوه وين راحت هيك ولا هيك ولا مشان اروح طب عن جد عن جد هي اجت قالت هيك بطريقه هيك ظريفه ولا بطريقه لا بطريقه ظريفه طبعا بطريقه ظريفه طبعا طب انت هذا الموضوع اكيد ما اثر عليك ابدا اكيد ابدا طب انت بتلاقي الشكل اهم شيء بهذا الموضوع ولا حسله ولا شايله لا الله يسامحك انا رايي لا يعني الشكل اهم ولا الشغلات لا اهم شيء الاخلاق طبعا طبعا يعني اي اخلاق بكون ليش رفضتك اخر بنت؟ ما في والله من هون لهون والله ما في فينا هو وينك فضحك انت؟ ليش رفضته؟ ما في صوت ضحكته بصراحه ها شفت؟ والله ها شفت؟ ها والله في وجهة نظر ايوه تتوقع تقسي؟ لا بالعكس زي ما ضحوك هيك والله ما بعرف شو بدك اكثر من هيك ضحكة ما بدي لا وين ما تفهموا شو اللي حكى خلص خلص هي اكو مش بالمقابله شباب والله بحيي جرأتك والله انك على عيني على الراس انت حبيبي كيفك تمام الحمد لله شو اسمك سيدرة ليش رفضتي اخر عريس احنا مش عايزين نتعلموا الناس يعني هلا مثلا في شباب بيجي مو حامل باقة ورد صبيه بتتنكرز روح لإليه مش عايزين يحملوا باقة ورد انا ليش رفضتي اخر عريس ماما مصاري يلا شو انتوا كلياتكم كل البنات طلعوا معي اليوم مشان نفس السبب؟ ايه لانه انا برا يعني العالم عم تعيش يعني بس هذا وسخ الدنيا ايوه وسخ الدنيا وسخ الدنيا مثل ما عم انت شلون عايش؟ وسخ الدنيا طبعا عن جد يعني هلا بس نوقف اذا كان ظريف وهيك ولذيذ واخلاق وكابر وكذا بس شوي الوضع المادي تعب بحب طعمي خبز؟ يمكن ايه يمكن لا ما بعرف بس انه لازم يكون فاحش السراء ولا شو؟ هلا لا لكن يكون عنده احترام حب وهيك بس كمان يعني ايه بس قديش المقدار لازم يكون معه مصاري ليتقدم نفهم نحن وسط وسط يعني معه ماني يعني بيت سياره وماني هذا الوسط اني ما بيعرف شو هذا الوسط بعزه بعزه كثير هذا الوسط والله العظيم
لا بس يعني انت بتعيش بنت من دون ما تكون معك مصاري. ما ماك شايفه الفيديوهات تبع يبنوا بعض سوا ودنيا و... ايوه يبنوا بعض مع بطعم خبز. هلا روح روح. شكرا كثير عليك. عندك مشكله من القابل؟ لا عادي ولا شكرا. ليش رفضتك اخر بنت؟ شافتني مع بنت تانية. بس عملت بعد ما شافتك بدك تحكي معها؟ هلا لا بعد ما حكيتها. بعد ما حكيتها؟ ايه. هاي مو من رفضتك، هي انت بدك شو؟ ما بعرف شو سويت. ليش رفضتك انت؟ يعني رحت تحكي مع بنت عم رفضتك كليا. هلا اولا كمان انا انه صوتي حركات انت صوتي حلو. انا بغنى وبيا سجانه. صوتك حلو لانه شو جابها لي هي؟ انه قالت بيلتم علي انه شو اسمه اكثر من بنت انه بس يكبر ما حيكون انه اه انت انه اصدر انه انت بس تكبر رح تصير نجم عام وين خلص تعال الحين عرف ايه كم وحده عم تحكي هلا انت يعني شي 3 4 ليش ليه خبا مو حب رفقه بس رفقه بتغنيله ما في حب ايه بغني له شو بصير معك صار اي فورم رح تغني له المحل ايه بغني له يعني عليك شو بتغني له شو ما كان هيك على الهادي بيني وبينك عشان ما نلم الف مبروك ما تزعلان هوش عندي غير انتي عرفت من يحلى الصعود معزوم على فاتحتي والله حقهم شو يعني حقهم يعني ما شاء الله ايه ومحلى الزفة وياك بس مجبورة سامحني مو انا ردت فرقاك اخويا الاخ صدقني هلا ليش عم تغني غنيه حزينه هيك مع هيك اربعه عم تحكي هيك انا بحب اغني اغاني حزينه الله يعطيك العافيه ان شاء الله هيك نشوفك اكبر نجم الله يسلمك النجوم الساطعات على عيني شكرا باي باي حبيبي مرحبا تمام كيفا الحمد لله تمام شو اخبارك الله بخير هلا اذا سالتك كثير اسئله بتعرف تجاوب عليهم بسرعه مرحبا كيفا تمام مرحبا شو شو اللي ما عم تركز معي بدي اقول لك مرحبا تمام يا والله كيفا تمام الحمد لله علي ليش رفضت اخر بنت انه حوله بس ما حلو ليش هي شلون يعني شلون كان سودا لا كل الناس خير وبركه اخيك شلون فات لعندك شو قالت لك ما فات لعندي يعني انت فت لعندك طبق لي اياها الله يسامحك طبق لك اياها الله يسامحك اوكي شو شو كان هو حاب رفيقته تمام قال لي في مشوار انت شفت رفيقته عملت شو راح تكون رفيقته المشوار معلم اول ما شفتها على الصوره طلعت ملكه جمال اليوم نزلت معلم يفضى عرضها على الموديل خالتي استحلى منها هي على الفلاتر يعني كان طالع قمر يعني وين ملم الجنه اتخلص نزلت طلعت عمر داي فارس احلامي ايه. وين ملم طلعت البنت اوكي طب شلون انت وضحت لها هي الفكره هي الجزئيه شو انفلجت قلت لها انفلجت انا انت صريح يوم يعني. شفتها دغري قلت لها انا انفلجت فيكي قالت لي شلون عم قالت لي قلت لها انت بالصوره شكل وبالحقيقه شكل يمكن ابتسمت انه انفلجت عملت هيك لا قالت لي ان شاء الله عجبتك قلت لها اوه كثير عجبتيني طب شو بتحب تقول لها هلا شافت المقابله هي عبد الله الله يسامحك ليه ليه معلم يعني هي يعني ما حلو طب بركي فيها شيء حلو من جواتها اخي ما يعني ما جوي مو جوي انا مو جوا ما طب ليش رفضتك اخر بنت ما هي لانه ما حلوه ليش رفضتك اخر بنت ليش والله ولا مره رفضتني ولا بنتين اخي انت راسك مستطيل ولا مربع ولا مثلث ما عم بفهم اخي العزيز انت منين بتجيب الافكار تبعيك الله يرضى عليك يا ابن الحلال ابدا يكون طالع مقابل بالعام موازي هلا عم تقول انه والله رفضته لانه طلع اوكي وصور على ما في يعني اشتهيت اني لاقي هيك بنت بس ما لقيت ابدا قلت له إن انت بترفضها والله يعني عظيم لا عاش. ما في غير بنت واحده هي رفضت عاش سلم يدك وين معلم كيفه هلا الله يسعدك سؤال بس سريع هيك هلا انتم قلت لي من الاردن من الاردن نعم شلون شفتوا من الشام البلد انا كل اسبوع لازم اكون هون بتحب الشام بحب الشام خلص ما شاء الله شيء هيك شغلك شفتوها بالشام الحارات الاكل الطشات الناس الهواء الحدائق انت من وين من الاردن من الاردن من الرمثة من الرمثة من الاردن شمال الاردن مدينه الرمثة ليش رفضت اخر صبيه بحياتك هيك رفضتها اخر صبيه قاعده تجوزت قبل 5 اشهر لا تزوجت قبل 5 اشهر فانك متزوج انت تمام خلاص 100 احنا 100 هيك ماشيين هيك 100 دغري الكاميرا ولا لا الكاميرا ليش رفضت اخر هيك صبيه حكتك بال والله بعدني ما خطبت يعني ولا تجوزت ابدا فري طب ليش رفضتك اخر بنت مهرها غالي 20,000 اردني عندنا المهر 20,000 اردني اوه يعني قد ايه على السوري الدولار هذول الدولار 30 لا 20,000 30,000 دولار 30,000 دولار يا الهي 35,000 دولار يا الهي والله هيك مين طلب ابوها ولا هيك طلب المهر لا لا هيك عندنا هيك عاداتنا احنا عاداتنا هيك بس انه اوكي قول المهر عالي بس ضمن المعقول يعني وبدك دار وبدك سياره وبدك مصلحه وبدك كهرباء بدك احنا ما وصلنا لهالمرحله بدها سياره كهرباء كهرباء حصرا بعدين الله يخليني ريلاكس عالي
كمان هيك هيك كمان مهر. انا دفعت 10,000 دولار تقريبا يعني بين عرس وبين تجهيزات وبين مهر وبين فساتين وبين والله احنا وينك بألف نعمة لسه هون بالشام. اخر شيء شو بتقول للناس اللي بيطلبوا هيك مهر لهالدرجة؟ اللي بده يستر بستر واللي ما بده يستر ما بستر. مو لا بشكل عام للعالم اللي بيطلبوا مهر هيك كثير يعني الصغار سيارات يعني كهرباء وما ادري لا ما فيش سياره كهرباء يعني حسب عاده البنت يوم تروح انت تخطب حسب شو المهر حسب شو الجزء بس عندنا غاليه كل واحد وحسب بلده وحسب عمرته وحسب الشغل يعني بالاردن لسه الوضع احسن فلازم يطلبوا هيك مهر لا مو هيك المهر عندنا احنا عاداتنا في عندك عمان في عندك كربت في عندك الرمته منطقه شعبيه كل واحد هو عاداته الله يخلينا اياكم هيك استمتعوا ان شاء الله هيك على عيني شكرا كيفك تمام اسمك حنان ليش رفضتي اخر عريس او اخر شاب تقدم لك ما كان مناسب ليش ما حسيته مناسب يعني هلا اوكي انت ما حسيتي مناسب بس احنا ما عرفنا ليش ليش انت بدك تعرف ليش فضول ما فيني اعتني فضولي انا بعدين انا بعمل الاسئله يعني شغل تيك سؤال بينك بقول تيك سؤال طب ليش يعني هل ممكن هو مثلا خصوصي يعني لا مشان العالم تعرف مثلا هلا ليش بيقول الشخص انه انا مثلا رفضت لانه هذا الشخص ما كان مثلا جايب باقه ورد فممكن هذا الموضوع يخلي الشخص الثاني بس بده يروح يتقدم لصبيه يجيب له باقه ورد بدك تفيد العالم ممكن مثلا هذا الشخص ما كان عاطيني الايميل اللي انا بدي اياها ما حبيت يعني. ما حبي الشاب هيك يكون هيك عارفان شو عامل جاي هيك حاط ايميل مع مين عم يحكي من الاخر تمام والا ما بيستاهلني يعني ليش رفضتك اخر بنت لا هي الصراحه ما رفضتني شو لك هي خط صد يا عين كبي دمع يا عين حقي دمع والله يا عم الله والله والله تقتل يعني هي انت كنت ما عارفان شو صاير ايه خطبت ده والله خطبت لابن عمه الله يسر ايه والله دغري هيك معلم صدمه دغري فورا صوت غاي نصيب زيتون لا تحزني تقريبا ايه له شو اكثر غنيه شغلتها وقت هذا اللي صار هلا اكثر غنيه يعني سردت عليه هيك وصفت لك الاحساس عشان اي حدا هيك مارق بهيك نوصف له الغنيه كان مارق ثواني اتذكرك اولها هلا في كثير اغاني اعطيني واحدة هلا فيها هي الجديده تبع ما في ليل ما في ليل ايه تبع نصيب زيتون ما في ليل والله ما في ليل ما في ليل مدري شو ما في ليل تتذكر هيك شو بتقول لها الله يسرها شو بدي لها ضايقتها ايه يعني الواحد بيتضايق بس شو بدي لها بالنهايه الله يسرها يعطيك العافية يا حبيبي علي شكرا كثير لك حبيب القلب كيفك؟ الحمد لله شو اسمك؟ نايا ليش رفضتي آخر عريس تقدم لك أو آخر شاب هيك؟ ما نفكر هلا بال طبعا ايه بتفكر ولا لا بس إلا مثلا هيك حدا مثلا إنه خطبة كذا قصة سيرة ليش قلتي لا؟ لأنه يعني هو كان في حدا وكنت لسه صغيرة يعني حسيت حالي إنه لسه بدي كفي دراستي وأسس حالي في مواضيع أهم بالنسبة أيوة في عندي أولويات أهم تمام جاي لي أنت هلا تقلي مدري شو كذا عندنا مستقبل نحن تماما شو عم درسي؟ إعلام تمام اكيد الحمد لله عندنا الشاب هيك هون بسهوله بس يتزوج خلاص بدي قاعده بالبيت لك حبيبي هي مو هي الفكره في عن جد شباب كثير يعني متفاهمين هذا الموضوع بس بلاقي انه هلا مثلا بعمري انا عمري 18 سنه فعندي اولويه انه مثلا لازم ادرس لازم اسس حالي كون حالي بعدين افكر بهي المواضيع يعني شكرا كثير لك كيفها الحمد لله شو اسمها عبد ادريس ليش رفضت اخر بنت تقدمت له او هيك شافتك او حبيت هيك كان بدها تحبك او تطبقك او هذا انا المرفوض من العلاقات كلها هلا نسأله ليش رفضتها كثير بس بنات رفضتهم انا بس انت كثير ترفض بنات كثير في كثير بنات بيجي عندك انت لا مو هيك يعني انت عم تقلي ليش رفضتها ما بقبل انا بعلاقه غير وحده يعني بس طبعا وحده بس انت ليش اخر بنت هيك قلت لها لا ليش اخر بنت قلت لها لا انه حقيره دغري هيك حقيره شو عملت لك ليه رفيقته لرفيقه قالت لي بدنا نطلع مدري شو جدع انت جدع انت جدع اذا هي رفيقه رفيقه وحكيت معها مو رفيقه حبيبته طب ينقل قرون لرفيقه هيك ما بصير هيك مين هو ده تعلم منه ولازم اذا هيك اجت لعندك رفيقه حبيبه رفيقك تقول لها لا فورا مره والله جدع طب ليش انت رفضتك اخر بنت ما في كذاب يا كذاب ابدا ولا واحد لا جد ابدا ظاهر النساء يعني انت ما بتحاول الا اذا متاكد ولا انا ما بحاول بالمره الحمد لله الحمد لله استحي كثير تستحي من الموضوع هيك ما عم بروح مثل هدول روح بتعطي رقم وهي لي انا بغير طريقي دغري ها والله هي الزلمه هون على عيني ليش رفضت اخر انا مو جماعه الحب وكذا ما اختلفنا يا اخي شو اخر ليش رفضتها انت انا رفضتها انا اخي ما بوقع بالحب بوقع بالمصايب بالمشاكل بألف قصه مو بالحب شو ليش رفضتك اخر بنت رفضتني اخر بنت رفضتها انت يعني ما انا رفضتها هي رفضتك انت رفضتها يا انا مين رفضت ليش رفضتها رفضني ليش هي رفضتها
ركز معي يا ما في حدا لا ولا انت رفضت ولا حدا رفض انت ولا مره بنت قالت لك بدي اتعرف عليك من شو رفضتها اعوذ بالله خلينا زلمه بكتفي اكتفي خلاص بوحده وبس والباقي والله انتوا والله انتوا على عيني يا شباب احنا ما بنكتفي بس انت ناوي تزلنا هلا اذا شافونا على الفيس ولي لا يا كبير الله يحيي الشباب على عيني على عيني يا شباب حبيبي ليش رفضتك اخر بني معلم انا لحق لك كلمتين هلا بجوز انت ما تصدقني انا ما بحكي شيء تفضل احكي لا حرام والله ما اصلا ما بيقرب حدا في شيء لا معلم هو بغض النظر معلم ليك على اي المزاح هو معلم مرات بقرب له ما بيرضى يغير يعني انا بكالوريا وانا بكالوريا اذا يعني بس ليش رفضتك يعني ما رفضتك ما في بصراحه ولا بنت ولا رفضتني ولا بنت ولا رفضت بنت ولا حدا طب ليش يا اخي ليش هلا رفضت انت اللي بتعمل لك خلاص انتهى الموضوع لا لا ما يتبقى هو اصلا يعني غض النظر هلا معلش كلمه انت قلت لي سؤالك ولا مره رفضتك بنت مزبوط شي مره رفضتك او احكي لي اخر مره رفضتك انا ولا رفضت بنت ولا مره رفضت هلا رفضت يعني اي ليش رفضت طيب ليش رفضت اخر بنت هيك يعني هلا في بنات جلقين كثير جلقك يعني ضايقتك هيك وتاخذ تعطي خلص بس تاخذ تعطي يعني في بناتك سبحان الله الهيئه ما عجبتك طلعت هيك انت وينك طلعت هيك على السحنه ما حبيت السحنه مزبوط 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 ليش رفضتك اخر بنت او ليش رفضت اخر بنت بس الشغل الكاميرا واحكي لي بسرعه بصراحه دغري على السريع بعثت لي تاني يوم رديت عليها بحضرتني هذا اقوى تقلب مزاج بالعالم يعني بعثتي له انت امبارح اوكي زي ما شاف نايم عم ياكل عمل اي شيء راح مشوار رجع 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 مرة انه مرتين ثلاثه انت في ام شلون في طلعت دايت هو الدايت قصدي إيه شلون قلب مزاجك هيك تاني يوم بلكتي شو شك شهر عن جد بيصير هذا الشيء نكد معلم بدمون نكد اقسم بالله نكد بدمون صارين مو طبيعيين اخي شو بدي احكي الواحد ليك والله ما شفته هو كمان كان اسير الاحزان معلم خافين هيك معلم لا ما دخل لا ما دخل بس الفكرة انت ليش رفضت اخر بنت انا ليش رفضت اخر بنت والله شكلك ما بترفض حدا انت انا لا والله معلم تعالوا كلياتكم يا عم زيديني عشقا زيديني الله يعطيك العافية يا شباب على عيني على زلمة عمي وهيك كانت حلقتنا طبعا شفنا الناس ليش عم ترفض بعضها في اسباب منطقية وفي اسباب غير منطقية عرفتوا هيك على الله عم يرفضوا العالم عموما انت ما عليك المهم اذا حدا رفضك مسك حالك ظبط امورك انساري اغاني حزينة والله عم كثروا الاغاني الحزينة مشانك انت ساري الاغاني الحزينة وركز هيك استجمع اخوتك وروح على الشغل اشتغل شو بدك بالهي لسه اشتغل طلع مصاري فتح عينك حطوا لايك مثل ما قلنا لكم اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس يلا باي